Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi 'alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiah, diberikan kelancaran, kemudahan, serta keberkahan dan keistiqomahan dalam membaca Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada video kali ini kita akan membaca lanjutan atau bertadarus melanjutkan yang kemarin yaitu di surah Al-Baqarah pada halaman ke-45 dimulai dari ayat 265. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها كمثل, ح... كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطلوا والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار في نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلهم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا يأ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذ إلا أن تغمضوا فيه. واعلموا ان الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر يامركم بالفحشاء والله يعدكم {وَاللَّهُ يُعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۖ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۖ ومن يؤت الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما نفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلانفسكم وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم. لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون